صديقاتي أصدقائي الكرام، الحلقة الحالية بتصور لها أهميتها بالبعد الأكاديمي للكلمة، وهي تحت عنوان سليم سحاب، منى الشاذلي والحقيقة الضائعة. وحاولت وبالذات في هالحلقة حتى تكون الأمور في نصابة وحتى ما غلبت بالارتجال اني اقرأ الشيء اللي كتبته، وكنت حريص على كل كلمة حفاظا على قيمة الكبار من امثال موسيقار فريد الأطرش، موسيقار محمد عبد الوهاب، موسيقار الصنباطي، موسيقار القصبجي، موسيقار سيد درويش، عظماء بلادنا العربية. الموضوع هو عن مقابلة اللي قامت فيها، سواء كانت قديمة أو جديدة، ما بتصور القديمة كتير، الإعلامية اللي نجلها ونحترمها، الأستاذة منى الشاذلي. ولا شك أنه إبداعاتها من خلال منصتها وبرنامجها الإعلامي دخل القلوب. كتير بنحترم طلتك أستاذة منى، وكثير بنقدر ما تقومين به على كل الأصعدة. ولكن ومن أركان الحضارة ومن قيم الحضارية في الحياة هي الحوار، لأنه الحوار لما يكون عقلاني بجسد أرقى أنواع الثقافة والتخاطب والوعي. وهون بتوجه بكلامي للمايسترو اللي بحترمه وبحبه الأستاذ سليم سحاب، أحد الأخوة الثلاث اللي لهم تقديرهم في قلبي، ولكن في كتير ملاحظات، ويحق لأي إنسان منا، الكمال لله، بس يحط ملاحظاته لما يقومون به في مجال الفن الراقي. ولكن وأضع 100 خط تحت كلمة ولكن. أولاً، أصيب الفن وأصيب التقييم الفني لما أصدر الأستاذ فيكتور سحاب كتاب السبعة الكبار. بكتفي أنا بالناس اللي علقوا على هذا الكتاب واللي قالوا بكل المحبة، بدي استعمل دائما الكلمة الراقية اللي بتتحلى فيها بكل تواضع قناتي، غير دقيق، خلينا نحكيها بكل دبلوماسية، هذا العنوان، لأنه لا يمكن لعقل البشري يملك من العدالة والسوية بالتفكير والابتعاد عن التشخيص وأرضاء الضمير، وخاصة مجال الفن، لأنه الموسيقى ما بترحم. هذه أرقى أنواع ما خلقه الله للإنسان تحت ترتقي فيه. السبعة الكبار كان نقطة بكل أسف سوداء بلوحة جميلة، لما بنذكر المجموعة سبعة ويستثنى الموسيقار فريد الأطرش. وأنا لن أذكر الأستاذ فيكتور قبل ما أجي على الأستاذ سليم إلا بشغلي، لأنه دائما كإنسان عبتابع الموسيقار فريد الأطرش، وبتابع كل الموسيقى العربية وآراماتها وعمالقتها، كنت عم بسأل سؤال إنه لماذا كل هذا التجاهل والحقد على الموسيقار فريد الأطرش. كان الجواب عند الأستاذ جورج دلل، ابن فلسطين العظيمة، وأنتوا من فلسطين، وقال لي الأسباب، وإذا طال الحوار بدي أرجع أدخل في هذه الأسباب الشخصية ضد فريد الأطرش وكل ما يرمز إليه فريد الأطرش، ولن أزيد. سأرجع لموضوع المقابلة اللي صارت مع الإعلامية الكبيرة المبدعة على كل مستويات منى الشاذلي.
حقيقة يا أستاذ سليم، وهون بدي أقرأ اللي كتبته ولن أرتجل بوعدك. حضرتك المايسترو الرائع، وبتدافع عن الموسيقار محمد عبد الوهاب، وهو موسيقار الأجواء الأجيال والموسيقار عظيم نجل ونحترم. وآخر 10 سنوات لن أدخل بالتفاصيل اللي جمعت موسيقار فريد الأطرش والموسيقار محمد عبد الوهاب كانت أسمى من أن يتطاول عليها أحد، وعلى قدر ما من نجل فريد من جل عبد الوهاب. ولكن بحديثك أستاذ سليم، كنت وكأنك عم بتدافع عن شرعية الاقتباس. لما كنت عم بتغض الطرف عن لائحة اليونسكو وقلت فيها 13 عمل للموسيقار محمد عبد الوهاب، ولليونسكو اتهم فيه الموسيقار عبد الوهاب بأنه اقتباس، حتى لا يستعمل الكلمة الأقصى، وبتبرر كل ما قام به العظيم عبد الوهاب بأنه كبار موسيقيي الكلاسيكيين في العالم، وذكرت بيتهوفن وشوبان وموزار وهندل وغيرهم، ما بدي فوت بتفاصيل، ولكن كنت عم بتقول أنه لايحة طويلة. السؤال اللي بيطرح نفسه يا أستاذ سليم، أنت عم بتقول الموسيقيين الكلاسيكيين نقلوا عن بعضهم واقتبسوا من بعضهم، عم بقرأ لقراءة، أرجوك ادلني على اقتباس واضح قام به موسيقي غربي واحد من الموسيقى العربية. وهون العظمة، ونحن العرب أساس الموسيقى والفيزياء والطب والألجبرا والتاريخ، الألجبرا اللي خلت نظرية الخوارزمي الطب يبعثوا صواريخ الكواكب، اللي يبعثوا المركبات الفضائية إلى القمر. نحن أرباب العلم، دلني على أي عمل باستثناء 29 عمل للموسيقار العالمي فريد الأطرش اللي زينوا كتابي فريد الأطرش العالمي نبيغة عصره. أنتوا بتريدوا ما تجوا على لم قدم بعيد على سيرة كتاب أخذ مني جهد 20 سنة وعم بناضل في الموضوع، ولكن عرب مع احترامي طبعا العرب والعروبي، ولكن لن نرتقي إذا لم يرتقي مستوى المناقشة وأعطاء كل ذي حق حقه. بدي استطرد وقول عتب عليك كبير يا أستاذ سليم، لما الموسيقار محمد عبد الوهاب العظيم اللي كلنا بنؤمن فيه وبمقدرته وبعظمته، هو نفسه عبر في كذا حديث عن دهشته واندهشه بعالمية الموسيقار فريد الأطرش. وهي العالمية مش عم نخترعها، لأنه فريد لما سألته ليلى رستم الإعلامية العظيمة شو أمنيتك بالكاريير تبعك أو بمسيرتك الفنية، مباشرة قالها أن تقطع وتجتاز الموسيقى العربية لحدود العربية إلى كل أرجاء الدنيا. لأن احنا كنا، هذا حديث فريد الأوائل بالطب وبالهندسة وبالفيزياء، وهذا كلام مش على، أنا دكتور مهندس ماني إنسان عم بيجي لسق على الموضوع، لأنه جزء لا يتجزأ من إيماني بالأرقام، إيماني بتاريخنا، إيماني بعروبتنا، إيماني بهالعظمة العربية اللي كانت العيلة الأوروبية تشوف حالها أيام الأندلس، اللي كانت تبعت ابنها أو بنتها أو أبنائها تتخصصوا بجامعات الأندلس عند العرب. أين نحن بتلك الأيام؟ كانت أوروبا غاطسة في الذل. فريد طرأت على رأسه ما المانع أن نعيد ولو بالموسيقى، بعيدا عن كل التناقضات السياسية بين العرب، بالموسيقى يا أخي بعيدة عن السياسي، فلنلعب مجالنا ونعطي للغرب ولو مرة وحدة نصدر الموسيقى حتى الغرب يخدم منا، مش نحن نبرر لبعضنا أنه الغرب عم يأخذ من بعضه، ولذلك يحق لنا أن نأخذ من مين؟ نأخذ من الغرب. كيف التبرير وبأي قيمة وبأي حجم؟ أنا بصراحة ما عدت أفهم، لأنه كمهندس بؤمن بالأرقام، بؤمن بالحقيقة. أستاذ سليم،
لما كنت عم تحكي عن عبد الوهاب عمون الشاذلي مع احترام لقبك ولقب الستمونة، انا عتب عليك كبير انه خيي بهالمجال اللي هو الابداعات بالبعد العالمي للكلمة، ولما بتجيب سيرة الكبار لماذا لم تأتي على سيرة انه عنا حالة استثنائية وهي الموسيقار فريد الأطرش اللي قال هيدا أمله وهيدي غايته مع ليلى رستم وحققها تراجع عبر 29 أغنية اجتازت العالمية وغناها الغرب، وكانت العظمة في 72 حدث، إذا 29 أغنية ميل و72 حدث عالمي خاص بفريد الأطرش ميل آخر، وراح الموسيقار عبد الوهاب لأنه موسيقار عظيم والكبير بيضله كبير ويعترف للآخرين. لما بيقول كنت أتعجب إزاي يا زهرة في خيالي تجداح أوروبا كلها، إزاي كذا 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 كذا، يا جميل يا جميل، بقى في 29 أغنية هودي جداح الكون. كان في مجال أنه ندخل بهالمجال، هيدا طلبة حضرتك عربي وتأتي على سيرة الكبار كمان بالعالم العربي. لذلك كل شيء بكتور بقول نحن بمسيرتنا فخورين مسيرة لما بنقال على لسان أحد أهم مطربي فرنسا أمام الرئيس ساركوزي يقال حرفيا كلودي سيار إنه فريد الأطرش أعظم موسيقار أنجبته البشرية. نحن ماشيين بالموضوع ورح نضل ندافع عن مظلومية فريد ورح نضل ندافع نخلصه من هالجلجلي حتى بعد وفاته بخمسين سنة من هالتجاهل والتغابي. بكل أسف بحط بين هلالين هالكلمة الوحيدة اللي مرقتها وأنا مزعوج منها. بتمنى عليك أخيراً سؤال حتى ما إن شاء الله يا رب يكون في مجال لنوصل للخمسين أغنية تبع اليونسكو مش 13. بديش أحب أحكي أكتر، بسألك سؤال كل محبة بضميرك المهني والموسيقي، وسؤال موجه للياس ولفيكتور دخلك وطني حبيبي وطني الأكبر، قرنتوها شيء مباشرة بفرير جاكو غنية الأطفال اللي مدير الأولمبيا بيقول عجبي من العرب، نشيد بفوت فيه ست سبع فنانين كبار، وطني وعروبي وبيرتكز سرقة وعنوانا شو في يقول؟ مش اقتباس، هيدا هو نفسه وطني حبيبي فرير جاك. واكتفي بذلك، بتمنى يعني بكل اسف دائما 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 عندكم عقده الموسيقار فريد الأطرش. يعطيك الالف عافيه، امانه تسلم لي على الياس وتسلم لي على فيكتور، وخلينا نكون منصفين لانه راح ننتقل لعيار المره الجايه، وبالعلم مش بالشتم، بالعلم بالعلم. هيدا العنوان الرئيسي إلى لقناتي متواضعة. شكرا جزيلا ويعطيكم العافية.